رح ننقل المدير على المشفى ولا ما رح ننقله؟ ألبير ليش ما عم تفهمني؟ بدكم تعملوا له دخول على المستشفى وأنا بعدين مخليه يحتاجه للمشفى. ليش؟ لأنه عم يلعب على الطرفين ويمكن على 5 أطراف، عامل مثل الأخطبوط بمد كل إيد لطرف. إيه معلم، نقطع له إيديه ومنخلص. لا لساته لازمني، مو بهالسهولة. خليني شوف إيدين مين ماسك وبعدين بقطع له ياهن وبقطع له راسه. معناته أنا بعطيك خبر من المشفى معلم. كتير منيح. يا سلام، طلعت الزحمة بتطوش الواحد. لا معلم، برأيي انت عطيتهم اجازة، ما قلعتهم من الوظيفة. عمران اذا بدك فيك تلحقهم. معلم ما قلت شي. سلام عليكم. شو اخي؟ لك انت شو اللي عملوا مع ميماتي وعبد الحي؟ ها تعال زعز عود لشوف. ايه يا كبير تفضل اشرب كاسة شاي واسمعني. حاسس انك رح بتقول حلو ومالح سوا يعني. خذ قرار، انت زلمة مين؟ زلمة حالك ولا زلمة ايرسوي ولا زلمتي لالي ولا زلمة ابي؟ شو فيها اذا رحنا واسمعنا كلمتين من والدك هالانسان المبارك؟ بدك تعطيني قرار بالاخير. بالليل بتكونوا بالبار وبالنهار بتقعدوا عند ابي، ما بتزبط. طيب أنا شو بدي أعمل إذا نهاري بيكون بالطائية وليلي بيكون بسلاح؟ الهيئة أنت معصب من جماعتك وبدك تفش خلقك فيني. لا أنا ما بفش خلقي بحدا، ونحن ما بنلعب مع بعض، كل واحد بيحدد موقفه. طيب أنا رح فكر. فكر وبس تاخد قرارك تعال خبرني. لكان شايك مشروب. وهلا عن إذنك. بإيد المدير؟ طبعا بإيد المدير، إرسوي كله عبعضه كذبة. لا مو كذبة كل هالقد، المدير ذكي كتير وبيعرف يسوي حاله منيح. منلعب أنا وياك لعبة، حولت المدير على المشفى، إذا بدك بخليك تشوفه وبتقله يا أما بتحكيلي كل شيء أو حكالي ولا ما حكالي رح أقطع له راسه وخلص عليه، وأكيد رح أستمتع بقتله. مدام إنجي، هذا أحسن مانشيت نشرتوه من زمان، هذا اللي بدي أقوله. والحقيقة وجود أمثال إرسوي برا السجن بيزعجني أكتر شيء. لازم تضغطوا عليه بشكل دائم. شو يعني ما في بحقه دليل كافي؟ أنا أعطيت توجيهات للشباب وما رح نتخلى عن ملاحقة هالشغلة. أستاذ طورول، المانشيت اليوم حلو كتير. اليوم تلقينا ردود أفعال إيجابية كتير، أحياناً لازم نكتب بأسوأ. بس نحنا ليش لندخل حالنا بهيك مواضيع وبهيك أخبار؟ يوم بتهاجموا مدعية
وتاني يوم بتهاجمه قاضي أخذ قرار عكس طلب المدعية. نحن شغلنا بالصحافة وهذا بيأكد على حياديتنا. نحن الصحافة مو شغلتنا الوحيدة، ونحن ما ممكن نكون حياديين أبداً. نحن مع الأقوى. نص التكذيب تبع الأستاذ المدعي الشروق إذا بتسمع. ما رح ينتشر التكذيب، خليها ترفع دعوة. بس أنا وعدتها. ما بتوعديها بدون ما تسأليني أنا، لأني أنا مديرة هاي الجريدة. ممكن تسمح لنا شوي أستاذ تورول؟ حاضر مدام. أول شي زوجي مدير هاي الجريدة، ثانياً أنا عم بشتغل مشان مصلحتك. شو جنيتي حتى تعلقي مع المدعية؟ ريحي حالك مشاني ولا تعملي لي شي أبداً. ومشانك ومشان زوجك روحي على الكوافير واهتمي بحالك، اشتري هدايا وتياب، عملي اللي بيعملوه النسوان. لما رح ينشر هذا التكذيب رح بتشوفي مين هو المدير. السيد المدعي بعت لك هذا الملف. يسلم إبراهيم. تكرمي. إبراهيم. في خاتم بالملف اللي بعته. أها هيك لكان. وقف لشوف إذا بيطلع قد إصبعك. شو صاير معك؟ شو خير فريد؟ ليلى تقبلي تتجوزيني؟ معقول هذا الحكي؟ رجاء فكري، لا تستعجلي. مانك مضطرة انك تلبسي الخاتم، بس معلش خلي معك، انت تعرفي اهتمامي فيكي. أنا حابب يا ليلى أني شوفك حبيبتي ومرتي لآخر عمري، وبتمنى يكون جوابك أنك موافقة. فريد أرجوكي ليلى. آغا أولاد حضرتك وصلوا، خليهم يفوتوا. آغا الهان بلا ما تأكلها بالمعية. عدوا لشوف. شوف يا أبي. عود. لك أنا حرمتكم من شيء انتو اتنين، مصاري، اهتمام، محبة. ايه حرمتنا. ما بعرف ليش حضرتك عم تسألنا، بس واضح انه لازم نجاوبك بكل صراحة، معناتها رح نحكي. ومن شو انا حرمت حضرتك؟ من عمرنا 12 سنة ونحن برات البلد، عن أي اهتمام وعن أي محبة عم تحكي أنت؟ ليش أنا بعدتكم بمزاجي؟ وشو علاقتي أنا بشغلك؟ لو تارك شغلك وجاي مشتغل بأوروبا شوفير تاكسي شو كان صار؟ شو يعني؟ بتصيروا بتقتلوا الناس وبتسرقوا مصاري لأني بعدتكم وأنتوا صغار برات البلد؟ شو يعني الست نسرين خبرتك؟ كمان نسرين بتعرف هذا الحكي؟ بتعرف، بس مو الكل مثلك. ليك هي راحت مع أولادها على سويسرا، عاشت معهم هنيك وحتى هلأ هي واقفة جنبهم وعبتدعمهم. قوموا يلا نقلعوا من خلقتي. بابا شو بدك لنعمل؟ ما فهمت ليش معصب منا. قلتلكن نقلعوا انتو اتنين من قدامي. نقلعوا. Thank you.
باولو بي قال الدكتور ما بيصير تدوس على رجليك. بس بدي قوم لاني رح روح لهنيك حتى لو انقطعوا رجلي. اهلين مدام دشلي. مرحبا دكتور، كيف الصحة؟ تفضلي. دكتور زوجي ما رح يعرف اني اجيت معك. اي طبعا، مثل ما حكينا ما حدا رح يعرف. طيب طلعت النتائج؟ طلعت. وطلعت المشكلة فيني؟ حضرتك ما عندك أي مشكلة. يعني المشكلة مو مني. شكرا كتير. وفوق كل هذا بتبهدلني، ما هيك؟ أنا ما قلت لك منروح لهنيك. ابني أنت ما بتحترمني. الإنسان بيخجل من عمر بابا عمر. بيروح على محله بشوف شيبته وحكمته وبتهدى نفسه، وبيقول أنا سامحتك. لا ما سامحتك. خالي سفت هيك سيب فيلم. أنو فيلم هاد؟ ثغل مافيا خالي. في زلمة وزلمة مثل زبده الإيطالي، بيطلب منه إنه يسامحه أو ثغلي مثل هيك، ما بقى أتذكر. بيحط السلاح هيك براسه. ايه. ولما السوفير بينزل بذوره السلاح بيقوس لحاله. ها سفت. صار هيك بالضبط خالي. انت امتى تفرست على الفيلم خالي؟ نجدت شو عم تحكي؟ ولك دب افتح الباب ورميه، شو بدك تجيب لنا مصيبه؟ جوان لك انت شو عم تقول؟ كلكم شايفينه. ما رح سامحكم بحياتي انتو اثنين. لك شو؟ شو انتو بدكن الله ما يحبني يعني؟ ها؟ شو بدكن؟ ها؟ ارساي اولوبي. ايه مزبوط، ارساي اولوبي. لازم يكون عمل سجله بالمشفى. استني لشوف. كيفك نايا؟ نيلغون كيف صحتك؟ منيحة. شو في؟ جاي زور واحد بعرفه بس ماني عم لاقي، باين ماله قيد وعم بتصل ما عم بيرد علي. يا ترى منقدر نعرف وين هو؟ شو اسمه؟ إرساي أولوبي، رجله مكسورة وسفل رجليه محروقين. هلأ بشوف لك يا. سكر لي هالتليفون. معلم انت معك حق بس ما بيصير ما تسمعنا. ما في شي اسمعه منكن وما عندي وقت، لازم اطلع. لوين بدك تطلع؟ نطلع سوا. انا وعابد عنا شغل. انتو اذا بتحبوا تشربوا شاي اشربوا، خدوا راحتكن. أخي ليش عم تضغط عليه كتير هيك؟ والله الزلمة معه حق. شو مو رايحين على المشفى؟ الزلمة السليم ما بده مستشفى. خلينا نسويه خرج مستشفى حتى ما نكذب. Thank you.
هذا المعلم؟ شو هالحصاد؟ ليش خليتني سكر التليفون من شوي؟ ما تشلشني هلأ، قلي شو صاير، شو المشكلة؟ إرصوي كان بالمشفى وطلع من دقيقة، طلبت من نايا تدور لي عليه وهي اللي بعتت لي رسالة. بأي مشفى كان؟ بالمشفى اللي تعالج فيه حميد. معناتها المعلم كان معه حق، وانت بتركض وبتاخد لي حميد على المشفى. شلون المعنويات معلم؟ صفر. مين اجا اليوم بغيابنا؟ معلم اذا هلا قلت لك بيبعتني المعلم مراد لعندكم وبيقلعني. ليش في عندكم وعنا؟ شو هالحكي؟ قلنا هون عم نشتغل تحت سقف واحد. احكي. اجا لعنا زازا، واجا لعنا البير، واجا كمان هاشم اغا. وشو قالوا؟ بس معلم لا تقول انك سمعت مني. شو انا عم اتنصت على المكان؟ منين بدي يكون سمعت يعني؟ احكي وخلصني. هاشم اغا اجا وقال موقفه، قال انه هو مع ارسوي اولوبي. عبد الحي قوم للروح. لوين ما بدك تروح روح لحالك، انا مو رايح. شو يعني مو رايح؟ وين ما رحت انا بتروح، على الاقل كون جنبي حتى ما اضرب كل شي على الاخر واخرب الدنيا من غير شي عقلي جانن. حاجه حكي امشي. أنا وياك هيك اتفقنا؟ ما هيك اتفقنا، بس الأخ شرح لي شوية شغلات واتفاقي معه غير لي عقلي. قلت له اعمل اللي بدك اياه، أنا بطلت. أنت شو بدك مني هلا؟ بأول كذبة بتكذبها الساطور بينزل على راسك. أنت بتعرف الزلمة يلي مدربه أكثر مني. هذا الخسيس ما بيحكي غير الكذب، عم بتعذب حالك على الفاضي، خليني اقتله. معناتها اليوم اخر مره رح يكذب فيها. رح نبلش. ليش بعتتني انا ويرسوي مع بعض لعند هاشم اغا؟ على اليسار صفهم. نحن شو جايين نعمل هون؟ خلينا ندخل على بيت هاشم اغا ونقوصه، وبتشوف مراد على مدار كيف رح يرجعنا لعنده دغري. انت هيك رح تشعل حرب وكلنا من جايين تحتها. شو هالحكي هاد؟ ما عم تفهم يا عبد الحي؟ المعلم مراد دفننا تحت سابع أرض من الأساس، تحت شو رح ننزل لسه؟ فوت على رجلي. أكبر.
مستريحه. تفضل. أول شيء حابب أشكركم كلكم لأنكم وقفتوا معي. أصلاً نحن بدنا نشكرك لأنك دعيتنا على المجلس. ألو بيه، شايف في كرسي فاضي. شو يعني لسه في حدا رح يكون معنا بالمجلس؟ في مين؟ الشخص اللي رح يشارك بالمجلس رح تشوفوه كلياتكم بالاجتماع الجاي. ليكون من فريق مراد. أنا ما بحب أحكي بالألغاز. الشخص اللي رح يدخل لهون لازم رشحوه 2 على الأقل من الموجودين بالمجلس، وبالمقابل طبعاً لازم ما يعترض عليه ولا واحد من أعضاء المجلس. ماشي، أنت عندك ارتباطات مع الدولة. أنا برأيي لازم يكون جناح الدولة قوي بالمجلس. شو اللي بتقصدوا عزة أغا؟ مخابرات والعدلية أكيد لازم يكون إلنا ارتباط فيهم. كل شخص موجود هون له صداقاته الشخصية، وهي الصداقات رح يحطها مشكور بخدمة هذا المجلس. عزة أغا، ما وصلنا لهون من ورا النوم بالتخوت الدافية، وصلنا بالشغل ليل نهار، ومثل ما كسبنا أعداء كتير كسبنا كمان أصدقاء كتير. بس أصدقائك داروا لك ظهرهم ببعض الأوقات. مزبوط، هذا هو قانون الطبيعة. إيه بس أصدقائنا اللي وصلوا لنقطة معينة معنا، إذا فكروا أنه ما يستمروا بهي الصداقة معنا رح نضيق عليهم بمواقعهم. ومع هيك أنا بتفهم اللي قلته، أنت أكثر واحد بيناتنا عنده تجربة وأكثرنا حذر. بحترم رأيك. رح نقوي علاقتنا مع العدلية والمخابرات. قبل ما أحكي شيء، أنا بتشرف بوجودي هون معكم. مع أني ما بعرف كل واحد منكم شخصيا، بس سمعان فيكم منيح. بعرف أنه كل واحد منكم زعيم بالشغل تبعه. لما ضربت عيني على هداك الكرسي الفاضي قلت لحالي إرسوي أولوبي رح يجيب عليه حدا بيقدر يأمن ارتباطنا مع برا ويجيب لنا الدعم من هنيك. هاشم أغا قصده يسألني أي بلد واقف ورانا، أمريكا، إسرائيل، أوروبا، روسيا، مين؟ أنت حكيتها دغري ومن الآخر. أنا كان قصدي مين رح يأمن علاقتنا بهي الدول ويأمن الدعم اللازم من عندهم. هاشم أغا، أنت بتعرفني وبتعرف أني أكثر واحد بيعرف المنظمة وبيعرف كيف بتشتغل المنظمة ومين وراها. ومن 20 سنة، من وقت ما عرفتني، شفت كل شي عم يصير بجنوب شرق الأناضول. ما حدا قدر يدخل لجوات المنظمة وطلع منه وكان واقف على رجليه، وإذا وقف ما بيحكي. ونفس الشيء ما حدا قدر يوصل لنقطة معينة على الأرض غصب عن إرادة المنظمة. واللي بدنا نعمله نحنا بعد ما نفرجي الناس قوتنا على الأرض، منأمن دعم الدول الكبيرة لإلنا وحدة ورا الثانية. يعني ما رح أعمل مثل اسكندر الكبير ودور على أبوابهم باب باب. هن اللي رح يجوا على بابنا، مثل ما نحن رح نكون بحاجتهم وبحاجة دعمهم، هن كمان رح يكونوا بحاجتنا. مفكرين في حدا بالعالم بده استقرار وطمأنينة بهذا البلد؟ اللي بيعملوه هن انه بيطردوا اللي استغلوهم من زمان وبيحرقولن وراقهم لحتى يفتحوا محل الجداد. ايه بس هيك النظام اللي عم نشكله نحن رح بيكون بيشبه نظامهم القديم، وبهي الحالة ما رح نكون من النظام الجديد يلي حابين يأسسوه. يا شار آغا،
صديق غالي حقيقة وخبرته قوية وتجربته كبيرة ورح نستفيد من تجربته وخبرته. ويلي عم يحكيه هلأ صحيح، بنية المجلس اللي عم نعملها تشبه لحد كبير نظامهم القديم، بس نحنا قلنا خصوصية بتختلف عن النظام القديم. هلأ ما رح يكون في ورانا جيش، لأنه رح يكون في عنا جيشنا، وما رح يكون في ورانا شرطة لأنه كمان رح يكون في عنا شرطتنا، وما رح يكون في ورانا إعلام لأنه رح يكون في عنا إعلامنا، وما رح يكون في ورانا عدلية لأنه رح يكون عنا عدليتنا، ما رح يكون في ورانا عالم أعمال لأنه نحن أنفسنا عالم الأعمال. وينه هذا الجيش؟ أنا ماني شايف شي منه. والشرطة والإعلام ورجال الأعمال والقضاة، أنا ماني شايفهم. أنت شايف اللي نحنا مالنا شايفينه، وجبتنا وجماعتنا تحت سقف واحد. وين مخبي هاي الشغلات؟ أكيد رح تشوفهم كلهم شغلة شغلة، ورح أشرح لكم الشغلات اللي ما رح تشوفوها، رح تعرفوا كل شي. إذا هلأ بتشرح لهم وبتفرجيهم بعينهم، كل واحد منهم رح يقعد بثقة أكبر على الكرسي تبعه. رح ساوي هالشي حميد، بس خلي آخر عضو يقعد على كرسي وبعدها بدي إلجأ لسعة صدرك وأطرح الموضوع من جهة تانية. شان جيش وإعلام وعدلية وشرطة ومن شان عالم الأعمال بيلزمنا تمويل كتير كبير. أنا ما بعرف قديش هاي الثروات الشخصية لأعضاء المجلس، بس بحسب تقديراتي وبعد ما حسبتها على السريع بهذا المجلس ما في مصاري كافية. نحن هون لنزيد غنى أصدقائنا، ما حدا رح يخسر شي من ماله قبل ما يصير أي شي. أنا بوعدكم من هلأ بالمصاري، في مصاري عنا بتمول الجيش اللي رح أسسه وبتمول فوقه جيش تاني، وهدول هن اللي رح يجيبوا لنا مصاري، ورح يكون عليك الحمل الكبير. نحن رح نجيب لك المصاري، منجيب لك ياهن نقدي، وانت رح تضاعفن. انا متأكد اني رح اكسب اكتر بكتير اذا بيكون إرسوي أولوبيه وراي وعم يساعدني كمان. يعني اذا اتفقنا نحن اللي هون، البودرة من يشار آغا ومن عزة آغا كل الشغلات التهريب المتوفرة، وبستخدم قوة هاشم آغا يلي على الأرض ومستخدم رجاله، بقدر أقول من هلأ إنه هذا الشيء رح يرفع من شغلنا. حتى بالكراجات يلي ما فيها رزقة رح نقدر نكسب ملايين الدولارات، وهالشي بيصير فترة قصيرة طبعا بشرط ما تقرب علينا الدولة والجماعة تبعها. نظام دفاع الدولة صار نظام قديم يا مرادي، ما في عند الدولة غير طريقة واحدة، تفتح الطريق لرجالها وبعدين بتصفيهم على طول لما بيتجاوزوا طبعا الخطوط الحمراء. نحن رح نستخدم غير طريقة، رح نقتل كل اللي بيطلعوا قدامنا ونمر. لما رحت وقتلت ابن ميماتي بإيدي، وحتى لما قتلت مرتي وابني، وحتى لما داهمت المقبرة وقوصت عليهم، انتقدوني كتير وقالوا هالشغلات ما بتنعمل. واضح تماما ليش عملت هالشي، ليفهموا أعدائي قديش في عندهم شي يخسروه من وراي، ويشوفوا قديشني جدي. وهذا الشي قدرت اني انجح فيه، ونتيجة هالشي كمان اليوم لا دولة ولا منظمة ولا غير المنظمة بيصطدموا فيي وبيحاولوا يتجنبوني، بيخافوا مني. بالعمليات اللي نفذوها هن قدروا يكسروا ايدين الدولة، نحن بقى رح نكسر لهم رجليهم لحتى نقدر نولد مرة تانية من رمادنا ونأسس الدولة الجديدة.
جواز. كل واحد على اللي بيأمن فيه، الإنجيل، التوراة، القرآن أو المصاري. رح تحلفوا يمين على الخدمة وعلى الإخلاص لهذا المجلس. ولما حدا بيفكر إنه يخون المجلس ولما رح يدفع ثمن خيانته ما يقول ما كنت بعرف. وبهدول الكتب الثلاثة عقوبة الخيانة معروفة وواضحة، وعقوبة الإنسان اللي بيخون المصاري كمان معروفة. بحلف على أصح الكتب وحاطط إيدي على اليمين راح أخدمك وأخدم المجلس بعهدك اعتبارا من هذا اليوم ولآخر العمر. بما أني أكبر واحد فيكم بحلف على أقدم الكتب وحاطط إيدي اليمين رح أخدمك وأخدم إخوتي عهدا اعتبارا من اليوم ولآخر العمر. بالكتاب المقدس وأنا حاطط إيدي اليمين رح أخدمك وأخدم أخوتي عهدا اعتبارا من هذا اليوم ولآخر العمر. بحلف على المصاري يمين رح اخدمك واخدم اخوتي عهدا اعتبارا من هذا اليوم ولاخر العمر. أنا ما بآمن بشي أبدا، ما بحلف يمين غير بقلبي عهدا إني أخدمك وأخدم أخواتي اعتبارا من هذا اليوم ولآخر العمر. بحلف يمين عليك إني أخدمك وأخدم أخوتي عهدا اعتبارا من هذا اليوم ولآخر العمر.
وأنا بحلف يمين على كل هدول عهدا إني رح أخدم أخوتي وأخدم هذا المجلس لآخر عمري. لو كنت عرفت تجيب هاشم آغا جنبك كان هلأ أرصوي نهار على الأخير. ليش هاشم؟ هاشم عنده رجال مسلحين وإله مكانة كبيرة بالدولة، اشتغل رئيس ميليشيا فترة، يمكن عنده 3000 رجال، بس إذا حب بيوصل ل30000 رجال. أرصوي ما بيقدر يجمعهم بس هاشم بيجمعهم. أرصوي رح يشكل جيش من 30000؟ أنا جيش حميد قاله لعبد الحي تعال استلم جيش إرصوي. يعني هلأ عن جد في هيك شيء؟ ما عرض عليك شيء وظيفة عنده؟ لا، لأنه بيتجنبني، يعني بيوثق فيني وما بيوثق فيني. طيب شو قصة هذا الجيش؟ هلأ فهمنا ليش جاب حميد من آخر الدنيا، واضح ليش عم يضغطوا على عبد الحي، بده يستخدم المعترفين. غلطان، رح يستخدم غير هدول. لا راح يستخدمون، لأنه هو بعد قسم منهم للمدن، خاصة يلي ما بيلفتوا النظر، وهدول انسحبوا دغري من الأضواء وبلشوا يشتغلوا مثلهم مثل الناس واندمجوا بالحياة وعملوا أسر. هذا هو نظام الخلايا النائمة، وهلأ بدهم يفيقوا هالخلايا. كم شخص عند حميد وإرصوي نايمين وبفيقوا وقت الطلب؟ بكل رياحة بيوصلوا للألف واحد. 1000 شخص رقم كبير، من وين بده يجيبون؟ مراد على المدار، عنده معترفين بالدولة وعنده داخل المنظمة من يلي بتستخدمون الدولة من جوا. 1000 شخص مو رقم كبير، كل واحد منهم لهدول 1000 شخص بيقدر ننظم حوالي 100 واحد على الأقل وبسرعة. تصور هذا كله فرضيات. كل وحدة للدولة بجنوب شرق الأناضول عندها معترفين بتستخدمهم وبتعتمد عليهم. حسبها، المنظمة عم تحارب من 30 سنة، بيقولوا مات 30000 شخص، بس عدد المقاتلين بالمنظمة ما بينقص أبدا. عدد جماعة دومس باجلر مو معروف، ما عندهم مشكلة أبدا بالعدد. إذا بتبلش تدور بالحقيقة بتلاقي حتى اسكندر الكبير في عنده العشرات ويمكن حتى المئات من الخلايا النائمة، بس كان مخبيها لوقت الحاجة. تحريك خلايا اسكندر أصعب لأنه مفاتيح الخلايا راحت معه. إذا مثل ما قلت، إذا كل واحد من 1000 جمع 100 بيعملوا 100000، شلون بدهم يطعموا 100000 شخص؟ من وين بدهم يجيبوا كل هالمصاري؟ أكيد أرصوي عنده خطة لهالشي. منين بده يجيب المصاري؟ أنا كمان ما بعرف، بس إذا لقى مصاري بدك تعتبر إنه في عنده جيش من 100000، وبدك تعتبر كمان إنه 100000 من الحراس اللي بتدفع لهم الدولة رح يعملهم قوة خاصة له. بلجيكا ما عندها هذا العدد من الجيش. مهمة البحث ومعرفة النتيجة مهمتك أنت. أنت عم تخلط بين إرصوي واسكندر الكبير. كان هم اسكندر الكبير الوحيد هو السيطرة على الدولة. الدولة ما بتهم أرصوي ولا بأي شكل، هو همه الوحيد تأسيس دولته. طيب هو راح السجن مشان يجتمع فيك، ليش؟ لأنه كل شخص عايش على الأراضي التركية عندي له أشرطة ومعلومات مفصلة عنه. وعطيته لأرصوي؟ إذا كنت معه بزنزاني واحدة ما بتعطيه؟ عندي شغلة واحدة لأعطيها لأرصوي، موتي حلوة. بمين بتتعلق الأشرطة؟ بحي الله اسم ممكن يخطر على بالك. عندي تسجيلات لكل واحد، فيها كل شيء بيعمله وبيحكيه، ومسجل فيها نقطة ضعف كل واحد. إذا كان معارض مسجله، إذا جنرال عنده نقطة ضعف من ناحية النسوان مسجله، وكل الصحفيين بالجرائد إلن عندي أشرطة ومعلومات وملفات، حتى الجرائم عندي كل شيء. وليش عملت هالمنيح معه؟ لأنه علي وعلي. أنت مسجون هون يا مدير بتهمة التعذيب والعلاقة مع المنظمة، من شو خايف؟ عندي ملفات كثيرة مع دومس باجلر،
وين حاطط الاحتياط تبعهم؟ هدول مالهم احتياط. لا انت ما بتعطي حدا كل شيء، ما بتغلط هيك غلطة الا ما تكون نسختها بشي محل. بيكون ارصوي لقاهن وخلاص. قل لي شو العنوان؟